السلام عليكم، كي داير الجمهور؟ لاباس بخير، هانيين، الصحه لاباس، كلشي مزيان، كلشي نشاط، طلب الله كلشي يكون بخير وعلى خير. ايوا بلاتي نشوفوا العيالة فين وصلوا. جاهم واحد الضيف على غفله. السلام عليكم. السلام. وين العيالات؟ بخير. كي دايرين؟ اللهم لك الحمد. لاباس عليكم. الحمد لله. السلام عليكم حبايب ديالنا، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين، نتمنى الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير. كما كتشوفوا البنات والحبايب ديالنا ومكاملكم، اليوم جا عندنا واحد الضيف، ساعه تعرفوا شكون هو ان شاء الله، وصلنا المفاجاه ان شاء الله اللي عتكون ان شاء الله يا ربي. كما كتشوفوا راضيه خدامه هنا كتقطع الكرامه وخطوبط وعمل بعدك تسلم سلم بعدك باش ما تصفرش فيها الزغبيه بلاصه صفرة. الله يلا بينا فيك تاعك. السلام عليكم الحبايب ديالنا، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين بخير هانيين، نتمنى من الله كلشي يكون بخير وعلى خير، احوال طيبه، والاهل والاحباب والوالدين ديالكم والخوت كلشي بخير وعلى خير. كما تشوفوا حنايا خدامين، ويصل خدام كدعجن العجينه ديال البيتزا، انا كنقطع هاد الشراوات. وعلى الشراوات شنو واش عاد صوبنا بيتزا؟ ان شاء الله تفرج بي ويصل طفط للحريره، تفرج بلدي راه ديتو راه واش كيطيب. كاينه الحريره والبيتزا والروينه والروينه هي اللي فيها حنايا، والروينه عارفين المشاهدين بهذاك عيس صحصح، صح عارفين المشاهدين كنعملوا كنصلح الكوزينه صراحه، مخرجه كلشي لهنا، هنا اللي هنا كنطيب، هنا كنعمل كلشي. هذه هي البوطاجي ديالي، هي هاد الطنجره الكبيره اللي كنت اللي دائما كنوجد عليها الصراحه، نفعتنا بزاف، نفعتني. وحتى هذه عاوتاني عندي هنا البوطه، الا لاحظتوا عندي بحق سمحوا لي يدي في العجين. علاش عملت هنا البوطه ديالي؟ حيت جات بين الحيط هذا الدار والحيط السور، باش واخا كيكون الشرقي ولا الغربي ما كيواليهاش. الا كنت عملتها نهار اللي راه فينا كنطفالي العافيه، دابا هنا ما كنطفالي العافيه ما والو. ايوا صافي، دابا ان شاء الله يا ربي انا خدامه كنخلط الكرامه، راه عذبني مع الشفاريحه فيه، اختفتني الشفره، عندي الشفاري ما غاديين انا. كاين الشفره. مريم شوف لنا شي شفره تما ماضيه. ما يا المهم المهم واش عيانه الراضيه ولا؟ صافي حرقت. لا باين باينه في فيها العين. ايوا سيدي الشمس ايوا نطلبوا من الله تعرقوها لنا على الشيء. المهم جاو، انا اللي ما نجيبها في راسي، اي جاو من كل شيء المهم لك الريجيم وزغبية عاكل هذه العشيه، راه مسامحه في الريجيم، منا الحلوى، المهم كتب الله الزيت ديالنا، منا كل شيء ان شاء الله يا ربي. دابا ان شاء الله نشوفكم معكم ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. يلاه فين وصلتي؟ الروينه ديالنا ديال الكوزينه هذه العشيه. فين وصلتي دابا؟ حنايا حنا حنا نقطعوا المربع. لا بصح راه ديال الحنة. يعطيك الصحة. زرفتنا والله الا زرفت. المرة باقول الحنة مشات عندي ما قاد الحنة وجات. والله الا درت. واش هذه حنة؟ لا واش هذه؟ صاب نعيت ثلاث ايام واربع ايام عاد نمشي، ديك الساعة نعملها منقوشة. تهلات فيك. الرجلات ديالي حنة. تهلات فيك النسيبة والله الا. لا بالحق انا بدي من الاحسن كنت عنقول لك نقشوا الحنة. عرفتي انا عندي عندي الفطريات ديال الاظافر، مشيت عند يما قالت لي لا والو ما عاد نمشيش النهار لما كان مشيت فيها ندير لك حبي مري. صافي واخا تحياتي للنسيبة، يعني واخا نعمل الحنة منقوشة هذه لا طريفات. لا اصلا من هنا ان شاء الله ربي عندنا واحد المناسبة ان شاء الله ديك الساعتين عاد نقشوا ان شاء الله النقاشة وتهي نقول الكليسة ديالها عاود. ايوا شتي عيسنا يعني بلاش قلنا عاد نقشوا الحنة حنايا، اللهم نقش لها نقول لها هذيك شي جلسة سكسك. اي يعني قول لها نشري قول لها نشري الجلاب ديال الحبة وصافي. ايوا صافي وهذاك عاد انا بدي الجلاب ديال الحبة. ايوا انت نبي يكون عندك باقي الحنة. نتزوجوا من جديد. او مالا الصراحه بس ديك الشيء العراس يعملوا به الحنه. اه صافي انا عليا عشر الجلاب ديال الحبه ولا شي يقول هذا المحرب المهم. دابا انا فركت العجينه ديالي غنخليها هنايا وترتاح. خليها تريح. اه شنو هذا؟ شنو فيها النقاطي هذا؟ هذاك السحتر. السحتر مزيان. انا دائما كنعرف مع عندي السحتر تبارك الله موجود. الله يخلي لي ماما صراحة، هي دائما كتجمع لي السحتر تبارك الله. هذا العام هذا جمعت لي، كنت بنهدر دي صاك صاك ديال السحتر، قرعة 10 قرعة ولا أكثر من هذه، وواحدة واحدة أخرى عطيتها لخالتي صغيرة. ولا هي كيكوز وصافي. هذه باقي لي البواطة، هذه باقي لي جوج من هادو عاود تبارك الله. هذا العام عندي باش ندوز رمضان حتى يكون جي داخل إن شاء الله. إن شاء الله كنشكر الناس اللي كيقولوا الكلمة مزيونة في حقي وكيبغيوني، حتى انا كنبغيهم بزاف. سمحوا لي انا ديما نعمل الفعل.
اوكي بغوني حتى انا كيف نبغيكم وحق كنحترمكم بزاف بزاف حتى انا كنبغيكم قد الدنيا. تحياتنا للناس اللي كنحب قناة ويصالوا علي كاملين زعما صرع راه جمهور والله الا احسن جمهور بلا كذب بلا نفاق بلا حتى شي حاجه. انا ونرجع معاكم واخا يبقاو واخا حتى ما كنحرك الدجاج ديالي. عملنا الدجاج البلدي انتوما خدمتنا كيتقلى خليه يتقلى شويه طحنا شويه البصله ديك ساعتين ما بقى. بسم الله هنا عندي الحريره تبارك الله حطيت للقاع حتى نحركها. الحريره عملتها قبيلات يعني عملتها قبال المغرب باش نحيدها عني من الطريق باش المهم نتوما عارفين باش ان شاء الله يا ربي يعني ما نزدحمش مع البوطه تخسر لي هذا الراس هذا خلاص هذا تخسر لي ما بقاش كيشعل العافيه باقي لي غير هذا. سبحان الله البوطه تقول عرفت راسها بانها غدا تودع كانت مزيانه ومخيره الصراحه البوطه هذه والله ما نجبرها بحالها باش هي تش عند الريوس مش هادي تبارك الله بحال شكل ديال الفورمو كما شي تفصيل هذيك محمد الريح تبارك الله والبوطه مجهيده يعني كداغيه كانت تطيب لي الحاجه خصوصا في القلي البطاطا كتجي واعره ولا الحوت كتقلي داغيه ولكن خساره يعني مشى لهذا الراس كنت كنقول عا نخليها هيدا هنايا زعما نبقى نستعملها ميكون كنطيب في الزنقه ولا شي حاجه. ايوا المكتب ديالها بلا دابا قرب ساعته قربت ساعته الكوز تبارك الله شحال دابا 10 سنين كوزاته ولا 10 سنين ولا 11 سنه تقريبا ضربت اكثر من حساب تبارك الله يعني كانت معايا راجل ماشي عمره. قول لي زعما الله يلعن تهلاو فينا الحريره الفرج بلدي اي زائد قنبار البوطاجي هذيك مرونه البوطاجي زعما نمسح نمسح الطابله حدا شي حاجه انا ما كنعجبنيش احسن مطبخ في الهواء الطابخ ضخم ان شاء الله يا ربي هادو معي غنصوتيهم واحد شويه نصوتيهم شويه غير شويه انا غالبا يمكن كنعمل بيتزا كنعملهم هيدا ولكن باش نربح الوقت غنصوتيهم واحد شويه هذا كيطلق لي الماء انتما عارفين بان الكراميل ملي كتبقى في البيتزا كيطلق الماء على داكشي باش ما بغيتش انا ليك الماء ديالو اللي عيطلق لي وليك الزيت اللي عيطلق في الطاجين فيه غنطيب لاصوص ديال البيتزا. انا عجبتني على الحريره ملي درتو لنا الحريره داب ياه والله القسم الا تفكر رمضان كرتونا في رمضان حبيبنا رمضان الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه دائما الحريره في رمضان لا ايوا لكن دابا راه هادي شي شهر دابا ما عملتوها لنا اكثر اكثر لما كاش شهر راه شهر يعني ولا قلتوا شهرين بزاف نزيدكم ثلاث شهور لا لا ماشي ثلاث شهور كان صراحه انا ملي عملتها ماشي بزاف لكن شهر يعني عملتها تيلولانيا ولا من مورا شهر لا شهر يعني زعما قال شهر لا ايوا دابا صافي المشاهدين ديالنا دابا ان شاء الله يا ربي حتى نرجعوا مع حتى نطيبوا داك الشيء ونرجعوا معكم ان شاء الله يعني ما يكون كيقدموا الطابله ديالهم البوطه رجعت لحال تحاله الصراحه شو حنا فحال تحاله حنا معنا الضيف دابا وزربانين جري عليا نجري هي تما انا كنطرح الخبيزات صافي طرحاته الزيتون القنبه اللي حنا صوتيناها صوتينا القنبه الكرامر باش تشوفوا الكرامر هذا كرامر ماشي الكرامر يعني الكبيره هذا حنا كنقولوا هنا البصامن ولكن كوحيد وشنو كيقول له هذه الزويته تقضات لي من القرعه مشيت عيوا بالزربه خويتها غير هنا انا غطيها باش ما يدخل فيها تمشي علينا على هاد الروينه ولا راه زربانين عملنا كاسكروط ونزلناه ورجعنا للعشاء بالحريره هنا البيتزا شلا حاجه مزروبين شلا حاجه فلان عملناها في الفريغو دابا ان شاء الله كما كتشوفوا هنا من صوتيتو بقات المرقاجره ديالنا عملنا في المرقه ديال ديك الشيء وعملت فيه طحنت لاصوص الحكاكه قويه الزربه الحاجه منكم كتفتش عليها والله ما كتلقاها خصوصا عندك حاجه في مطعم هذه في الطحن عاد رجع لها الصوص واعره هذه طحنتها يعني وكل عيف في الهشوار هيدا دابا ان شاء الله نعمل لها شويه ديال العطريه شويه ديال الدبزه شويه ديال الكيف غير المعلقه غير المعلقه شويه ديال التحميره وعاد نزيد عليها واحد لاصوص حيتاش ما عنديش ليك لاصوص ديال المطشه ديال البيتزا ما كايناش عندي غير لاصوص ديال الحريره وصافي دابا انا نجيبو السواني دابا غير سمحونا يعني لا هاد لا هاد الروينه مقابلين علينا وعامله هذا بلاكر عندي عامر وعامله هنا فوق منه مغطيه عندي بصابون على حساب الغبره ولا حساب الحيه صلاتو على النبي رخينا عندي ميكا كنا عملتها على حساب الشتاء ولكن دابا الخشب كان عندي فوق الفرن مغطي بها على حساب ديك الخشب
ولكن واخا هذاك كلشي تعمر بالغبره الصراحه. دابا كلشي عاد يتعود، عاد تمسح، واللي عاد تصبغ راه عاد تصبغ، وحنا غادي انت صلى الله عليه وسلم غادي تتصبغ مدورين. انا عندي هنا عندي جوج، هما هنا عندك جوج هنا لادي باش يجوني ساهلين، واخا يطرحوا في الطبصيل كي زعما تلم فينو من التحت باش ما المهم البنات انا البيتزا ديالي دائما كنقرصها بالطحين ديال الفينو ولا السميده الرقيقه. علاش هاد الطريقه اللي كنعملها انا؟ باش من كطبنا البيتزا هي في نفس الوقت رطبه وهي مقرمله، يعني كيعطيها واحد النوع ديال القرمشه خطيره والله الا خطيره. السلام عليكم المشاهدين، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مدين. كما كتشوفوا دابا ماما كتصاوب لكم بيتزا، جا عندنا واحد الضيف. نتمنى يعجبكم الفيديو، عملوا لايك وتشاركوا في القناه. نروح عليكم الكبيده ديالي. دابا عملنا لاصوص طيبناها، المنظر زويون ياك المشاهدين. ما عرفنا حتى كيفاش كيبان هذا الشيء. احنا دخل فينا البرد، كنا بقينا جالسين تما. والله الا عينا عليهم ندخلوا ما بغاوش، قال لك خلينا اصلا كانوا محبوسين في الكراهه قلت على الراديه. اليوم جدات انا مشي نعملها في الفرن طيب، ديك الساعه ترجعوا لاخر ان شاء الله. تبعك ولا بلاش؟ فاقد الفرن بعد المشكله هو عندنا الضوء ضعيف، الضوء فين وصلنا العشيه غير الان هادو شاعلين شاعلين بالدرع هانتوما. المهم الحبايب كما كتشوفوا دابا هاد الطبسيل ديالنا عملت هنا الفلون في الوسط، دورت عليه نقرب الكاميرا، قضينا بداكشي الصراحه اللي عندنا في الدار وزوقنا واحد شويه. دابا نعمل هاد الفلون كيكون عنده هاد لاصوص كراميل ديالو. دابا ندي هذا خطوط هيدا بين القرقاعه صراتو على النبي. السيروم ديالو هذا واعر صراحه، عندي هذا السيروم خطير. دابا كما كتشوفوا كندوز هيدا بين القرقاعات في الوسط، كيزيد عندنا ديك حتى هو فيه واحد المذاق خاطر الصراحه. شتي عروينه عنا نازله يد الحرير بمعنى عندنا المطبخ مع السيمة مع كل شيء. ايوا مصاب الصحة والسلام، كل شيء كيفوت. شدوا عليه شدوا عليه، هاو يصل مجال انا جيت مجال الدروب. شفتوا مشكلة؟ يلا سير دغيا سير سير سير. بلاتي بلاتي انا من رايقي. هذه عملها انا على رايقي. يلا سير انت واعمل الزيتون صاحبتي، دا الزيتون نسينا مع الزربة. ار ار شكرا على عملك الصح ترى. شو الزربه شو الزربه شو يعني. ولكن صراحه ما عطى الله نصيحه 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 مني، ما عطى الله غير الفران ديال الغاز للبيتزا، ويكون الفران مجهد له وحط نيشا للسينيه. عندنا في البلاد بعدا ماشي في المدينه، المدينه عند 220 بالضبط. صراحه كنت واعره مع بقى هذه. الله اللهم صل عليك يا رسول الله. واش كتحب لك معك وصال والراديه تما تهلاونا في الضياف. شتي هاك ضروري تهلاو في الضياف الا ما فطار الضياف ما كلشي. جبت لي المطرح اوعدي مع هذا الميكا كانت حرب هاك عبر الزمن. انا دوالي محمد هاز يلا عمل لزق بيا انا بديك هبط الدراري تبارك الله. شو هذه لا تشميره ولا تقرميله جات رائعه هذه الاولى يا شفتي على شي عملت الماراطون بصي تبارك الله شوف تقرميله ما كاين قطعه ديال البيتزا ما كاين مقص القراده الله يخليك اش عملت واعره القراده كتقطع شوف انت صاوب طبصيل خليها هيدا عاوز نزيد نخلطوا شويه من هذه ومن هذه يلا حيد من هذه اعمل رفيني هذه بقى شويه غمقوا علينا ف غمقوا عليكم ولا كلشي ديالكم خلاها باك مسكين تحياته ليه كلشي ديالنا كلشي ديالنا كلشي ديال الله انا والله الا ضحكتوني.
بدينا في الفرن ديال الضو وزقنا في الفرن ديال البوط. مريم عندك الطيح يبارك فيك. مروه مريم مريم تعاوننا ضروري تعاون الشعب حبيبتي الله عليك. كيبان منظر واعر. حنايا عشا دابا نتعبو عشية كامل باش هادشي يطلع مزيون. ولا مريم يعطيكم الصح. حطوها فينا غادي يعاود حطو في القرن هذا باش عاود في القرن في نحطو الدجاج بلدي انا غنبقى يحرقني. انا نعس الماراطون بين الفرن وبين الطيب. شوف شوف الحريرة جات واعرة. الله يجات ويصال حيت يوم خدام محمد. الله يعطيك الخير. نحطو هدا غير هنا تيتعشاو. اللوقف صعيب وجري جري والله إلا صعيب بزاف اللوقف. راه خاص الانسان عيولف وصافي ماشي ولي الظهر اللي كيحرقو ظهره الله يكون في العون كيحرقني. دابا نمشيو نعيطو للضياف نمشيو نعيطو لهم يجيو حتى نعمرو الحريره وناخذو ديك الساعه. يلاه على خاطركم. مرحبا بكم وزيد اليوم عليكم وتبارك الله عليكم. مرحبا بكم وتبارك الله عليكم ويصار راضيه تبارك الله عليهم. انا عاد دخلت دابا والله الا كنت معهم العشيه ولا هذه جالس مع الضيوف ديالنا اللي جاو عندنا. مرحبا بكم يلا خليكم معنا تبارك الله عليكم. المهم الحبايب ديالنا انتم راكم كتجيو دابا سالينا شغلنا دابا خدامين كنخلصوا الشغل باش تكونوا عارفين راه الضيوف ديالنا ماشي لسه باش حنا نجلسوا معاهم راهم رجال هذاكشي باش كيجلسوا معاهم غير حنا نفعي كنوجدوا ونجري نجري نجري. دابا حنا ان شاء الله ايوا نتمنى من الله يكون عجبكم الفيديو كيجاكم هذا المنظر. وشحال في الساعه دابا شحال 12 ديال الليل 12 دابا ولا اكثر تبارك الله وجانا النعاس تبوق ترخينا عندي نجري جانا النعاس كتقولي خلي حتى الصباح هذا خصو موعد هذا هو ظهري مع المشكله الزغبيه كانت القرقشه وضراتها في المطران لا ما داك علاش كليت الفواكه الجافه ما داك علاش الجافه ضرتني ورا الماء فينهم واخا شربت الماء ما قدرتش ناكل حتى شي حاجه ما قدرتش ناكل مزيانه باش ما حتى الماء زين تغير باش ما زدتش هذه النتفاخ فوخي نخلوه. المهم الحبايب نتمنى من الله يكون عجبكم الفيديو. انا كنا معكم جري عليا جري عليك يعني كنا كنتفقوا عبر الزمن ايوا صافي دابا يلاه السلام عليكم وصبحوا لنا وصبحوا على خير وكنبغيكم بزاف ولي شاهينا هذا السماح لنا يلاه السلام عليكم وصبحوا على خير يلاه تبارك الله عليكم الله يسهل عليكم تحياتي لكم.